المعالي وفخامة الرئيس أردوغان وأصحاب المعالي وسيداتي سادتي، اليوم هناك شعلة في البحر الأسود، شعلة الأمل، شعلة الاحتمالات، شعلة أيضا التحسن والذي ننشده جميعا. أود أن أشكر كل أولئك الذين جعلوا هذا الأمر واقعا، لمضيفنا الرئيس أردوغان ولحكومة تركيا، فتسهيلكم وإصراركم كان ضروريين ومهمين في كل خطوة من هذا المسار لضمان هذا، وأشكرك شكرا جزيلا باللغة التركية. بالنسبة لممثلي روسيا والأمة وأوكرانيا، لقد تجاوزتم عقبات ووضعتم خلافاتكم جانبا لاتخاذ هذه المبادرة التي ستخدم مصلحة الجميع، وذلك بتفضيل رفاهية الإنسانية. السؤال لم يكن ما هو جيد لهذا الطرف أم ذاك، التركيز كان على ما يهم الناس جميعا في كوكبنا، ودعونا لا نشك بأن هذا الاتفاق هو للعالم. هذا سيمنح الأمل للعديد من الدول الذين على مقربة من الفقر والمجاعة، وأيضا سيعيد الاستقرار لأسعار الغذاء التي ارتفعت والتي تمثل كابوسا للعديد من الدول. والمبادرة التي وقعنا عليها تفتح طريقا لأن يكون هناك تصدير من ثلاث موانئ مهمة في البحر الأسود: أوديسا، شيبانوفسك ويوزني، ونقل هذه الحبوب إلى أسواق العالم سيملأ الفراغ ويقلل التوتر والضغط على الأسعار. سيداتي وسادتي أصحاب المعالي والفخامة، هذا الاتفاق لم يكن سهلا، فمنذ بداية الحرب كنت أشدد على أنه ليس هناك حل لأزمة الغذاء من دون ضمان أن يكون هناك وصول إلى منتجات الحبوب الروسية والأوكرانية، والآن اتخذنا خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف، ولكن الطريق كان طويلا. في أبريل بعد أن تلقانا الرئيس أردوغان ورحب بنا، التقيت بالرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي لأقترح حلا وخطة للحلول، وعملنا منذ ذلك اليوم يوميا. الأمر استغرق وقتا وأيضا جولات طويلة من المفاوضات، وطبعا الإصرار ضروري جدا اليوم. هذا الاتفاق ينبغي أن يطبق كليا لأن العالم بحاجة إليه لمواجهة أزمة الغذاء العالمي. نحن نلح على الحكومة التركية لأن تلعب دورها، وأيضا ألتزم بعمل الأمم المتحدة، وسنعمل مع كل الأطراف، وأيضا نبذل كل جهودنا لتحقيق هذا الاتفاق. أنا ممتن لفريقي الأمم المتحدة اللذين وضعا ونسق هذا الاتفاق بالعمل مع مارتن غريفيث، وأيضا مع المنظمة الدولية للملاحة لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. اليوم نحن نعلن عن إقامة مركز للتنسيق للسهر على تطبيق هذا الاتفاق. الفرصة التي تقودها ريبيكا غرينسانك والتي تسهر على إيصال هذه الحبوب إلى الأسواق العالمية، وكلها أدت إلى هذا الاتفاق. أدعو كل الأطراف لأن تفعل كل ما في وسعها لتطبيق الاتفاق، كما أن عليهم أن يبذلوا جهودا كبيرة لتحقيق السلام. هذا اتفاق غير مسبوق بين دولتين تخوضان صراعا ونزاعا عسكريا. الناس طبعا يقاتلون والقتل يستمر كل اليوم. شعلة الأمل الآن تلمع أكثر، وذلك بفضل جهود الكثيرين. وفي هذه الأوقات العصيبة للمنطقة وللعالم، فدعوا هذه الشعلة تضيء طريقنا نحو السلام وإنهاء معاناة الناس. شكراً.